إنه يتمول في المرحاض. يتمول في المرحاض. من الذي يتمول في المرحاض؟ من الذي يتمول في المرحاض؟ يا حتى عاشتك يا أمي. أمي يا أمي. ولا نتعاشتنا نحن. مع أبي مجنون. لست مجنونا يا طفل. أنا لست طفلتك. Après deux mois passés dans l'espace pour une mission secrète, nos héros se retrouvent en pénurie de provisions. Il ne reste de la nourriture que pour trois personnes. مسرحية إيماجيناريوم هي واحد المسرحية حالمة، مسرحية اللي مستنبطة من العالم ديال الخيال، والتي اشتغلنا على ميغيل دي سيرفانتيس بالخصوص. إيماجيناريوم حرفيا هو المكان الذي يحفز الخيال، فكان واحد العرض الذي يعتمد على تقنية المابين بالخصوص. كانوا فيه مجموعة ديال الخصائص كتفاعل مع تقنية المابين وكذلك إشراك الجمهور في العرض، والحمد لله دازت الامور على ما يرام وكنتمناو التوفيق للجميع. بالنسبه لمسرحيه ايماجيناريوم فهذا ثاني عرض لها، ويسعدنا ان هذا العرض هذا في الصيغه الثانيه ديالو انه قدم في اطار فعاليه ديال المهرجان. عرضنا في هذا المهرجان هو مسرحية طيور الليل للراحل الفنان عز الدين قنون، مسرح الحمل. عرض طالبي لورشة البحوث المسرحية بالمركز الجامعي، يشتغل سنويا على ريبرتوار المسرح التونسي أو المسرح العالمي، ومن خلال هذه الاشتغالات يتكون الطالب مسرحيا وفنيا. بالنسبة لي أول مرة أتي إلى طنجة، ولكن شاركت سابقا في كازابلانكا مرتين 2016 و2018. بطبيعة الحال أغتنم هذه الفرصة وأشكر إدارة المهرجان على حفاوة الترحاب والاستقبال الجيد في هذه الدورة، مشكورين جدا، يعطيهم الصحة. الحمد لله رب العالمين. دي مش المشاركة الأولى لينا في المهرجان، احنا بنشارك من 2016 ويمكن قبل كده كمان. العرض السنة دي حدث صدفة في مكان ما، إخراج خالد أحمد منشي وسينوغرافيا محمد زكي ومخرج منفذ أحمد الجوهري. الحمد لله رب العالمين، رد الفعل على العرض كان جميل جدا، وده شيء مش غريب على الجمهور المغربي اللي بيتذوق الفن والمسرح. وحابب ان انا اتقدم لاداره المهرجان وكل الاورجنايزرز اللي في المهرجان بالشكر على المجهود العظيم اللي بيعملوه والتطور من سنه لسنه، وبشكر كل الوفود المشاركه على فنون الفرجه والاستمتاع اللي بيحققوه في كل العروض. وان شاء الله باذن الله مبروك للفائز مقدما ايا كان هو مين، احنا كلنا فايزين بتواجدنا في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي. والساده جئتم من بيوتكم محشورين في وسائل المواصلات المختلفه كي تشاهدوا هذه المسرحيه السخيفه التي كتبها مؤلف كريم لا يرى في العالم سوى تشوهاته ويخرجها لكم مخرج محبوب لا يختلف كثيرا عن صاحبنا المؤلف. انكم الان مجبورون على المشاهده.
الفرقه المضيفه لطنجه، كانت المسرحيه ديال الخادمه سان جون جوني من تاطير الاستاذ بوسلهام وترجمه الاستاذ بوسلهام. كانوا في لي زاكتريس كنا 3 في طلحه فاطمه الزهراء، انا في دور الضاويه، هبه زرقان في الدور ملكه، وشيماء اغرغار في دور لادا. كانت صراحه مسرحيه زوينه، حتى لي زوتر كانوا مزيانين في المستوى ديال الفيتود، كان بزاف ديال التنوع، وان شاء الله نعاودوا نشوفوا الفيتود الثاني بامبيونس جديده بحال ديما. شكرا. اللي كانت اول مره كتعرض في المهرجان ديال طنجه، نتمنى ان شاء الله نكونوا في مهرجانات اخرين. الآن جاءوا لهم الشرطة وأخبرهم ما حدث في الفصل وفي حجرة النادر. جينا مع التروب ديال كازا، جامعة ديال بمسيك، مسرحية ODD، شاركنا في فيتوت. حقيقة مهرجان اللي استفدنا منه بزاف، تبادل ثقافات، شفنا بزاف ديال العروض المسرحية، شاركنا حتى حنا، وكنتمنى إن شاء الله أن المهرجان يتطور ويكون مزيان ويبقى ديما.